كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 78 ذا جرينلاندياك سليد دوغ، اقدم كلب موجود على الكره الارضيه حاليا، ولقوا اثار له لقبل 9500 سنه، ومن اسمه فهو بيعيش في جرينلاند، وكمان من اسمه تعرف انه متخصص في سحب زلاجات الثلج. فهو كلب نما وترعرع في الجو القارس اللي هو مناسب جدا له، فهو ساعد المستكشفين انه يوصلوا لاماكن في هالجزيره ما بيقدروا يوصلوها الا عن طريق هذا الكلب، وبالتالي يحتاجوا مساعدته. فلو كنت حابب تشتري واحد فلازم تحجز تذكرة من هلا وتروح على جرينلاند عشان تلاقي كلبك. في تقريبا منهم 15,000 كلب، وبيميزهم انهم خاليين من الامراض، وهذا له دخل بالزمن الطويل اللي عاشوا فيه، وهو الكلب الوحيد اللي بتفوق على الانسان في موضوع الركض. الانسان حيتعب وحيحتاج انه يرتاح، لكن الجرينلاندياك سليد دوغ بيكمل وما بيحتاج راحه. لكن ليش ما تربيه؟ لانك بتقدر تروح اي مكان بالسياره، ولو خربت معك تمشي فما راح تحتاج زلاجة، لأنه أصلا ما في ثلج، ما بينفع يدير باله على المواشي. سكان جرينلاند استخدموا بوردر كولي عشان يدير باله على مواشيهم، لأنهم بيشوفوا كفؤ أكثر منه، واستعملوا حيوانات ثانية كحيوانات أليفة. غير هيك ما بينفع في الصيد، لأن الصيد صعب جدا في منطقتهم، فبتلاقيه مع الصيادين في البحر. ولو ممكن في كلب راح ينقرض قريبا، فأنا بقدر أحكي لك إنه ممكن يكون هذا الكلب، لأن الجليد بيذوب ومهمته ومواهبه مش حيقدر يعطيها للجيل اللي بعده، وممكن يوصلوا لمرحلة انه هذا الكلب ما يكون موجود الا في الكتب الدراسية، عشان الجيل الجديد من الناس يعرفوا انه في كان كلب زي هيك وهيك كانت مهمته. فانا ما بعتقد انك بدك تجيبه عشان تنقذه وتنقذ نسله، فعشان هيك سيبك منه، مش لازم تربيه.